أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن تدريب الطيارين الأوكرانيين سيبدأ هذا الشهر، ووفقا لوزارة الدفاع الأوكرانية سيستغرق البرنامج التدريبي للطيارين 6 أشهر على الأقل، وقد يتم في الدنمارك أو هولندا. وقعت وزارة الدفاع البريطانية بالنيابة عن الصندوق الدولي لأوكرانيا 3 عقود لتوفير معدات دفاع جوي لأوكرانيا بقيمة تزيد عن 90 مليون جنيه استرليني، وهذه العقود تشمل عقدا بقيمة 56 مليون جنيه استرليني للأنظمة الجوية المضادة للطائرات بدون طيار، وعقدين آخرين لتوفير المزيد من قدرات الدفاع الجوي. وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة شمال الضفة الغربية المحتلة، وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن عشرات المواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني وبالاختناق من الغازات المسيلة للدموع إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة تندد بجرائم الاحتلال المتواصلة. أكد وزير الصحة خالد عبد الغفار خلال جلسة الطب البديل ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة العمل الصحي لمجموعة 20 أن ما يقدر بثلث سكان العالم يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية، فيما يوجد وفرة في المنتجات العشبية وكثير منها قابل للتنوع في المكونات، ولكن يجب أن يخضع لرقابة الجودة على جميع جوانب الإنتاج لضمان سلامة وجودة وكفاءة منتجاتها النهائية. اختتمت اليوم منافسات البطولة العربية للجودو التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة بمشاركة ما يقرب من 600 لاعب، وشارك من مصر 30 فريقا بإجمالي 192 لاعبا ولاعبة بالبراعم والناشئين والأشبال، مقسمين إلى 76 من البراعم و65 من الأشبال، بالإضافة إلى 51 من الناشئين. وأشادت الوفود المشاركة بالبطولة وتنظيمها الرائع الذي يعكس الجهود المبذولة لخروج البطولة في أبهى صورها.